وينضم إلينا من ألمانيا الدكتور علاء الدين آل رشي، رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتور علاء الدين. يا أهلا وسهلا دكتور. حديث الروسية عن إمكانية عودة 1,700,000 لاجئ في القريب العاجل إلى سوريا، برأيكم هل بات الوضع في سوريا مهيئ لعودة هؤلاء اللاجئين؟ في الحقيقة الحديث عن موضوع عودة اللاجئين يشكل انحراف أخلاقي وانحراف حقوق إنساني في السياسة الدولية العالمية التي تدير بيد شقية الأحداث داخل سوريا. كيف نتحدث عن عودة اللاجئين ونحن نخضع لبلد محتلة لعدة دول؟ هل تتحدث عن سوريا التركية أم عن سوريا التي تخضع لوصاية أمريكية، أم عن سوريا التي تخضع لاحتلال إيراني، أم عن سوريا التي تخضع لاحتلال روسي؟ على أي سوريا يتحدثون وإلى أي سوريا يعود اللاجئون؟ ثم هناك أمر آخر، هل يعني عنا بالشام بيقول لك تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما أجيتي؟ يعني هل اللاجئون كل همهم أو الذين ثاروا أو الذين خرجوا من بلادهم تركوها شبه سليمة سيعودون إليها بعد العطب الشديد الذي أوصلها إليها نظام الميليشيوي الذي يقوده بشار الأسد؟ ماذا تعني عودة اللاجئين في ظل حكومة هي التي شردتهم؟ هذه ليست عدالة، وهذا تسخيف من الجانب الروسي وتواطؤ أيضا من الجانب الأمريكي حول اختصار القضية بأزمة لاجئين. هناك رأس سياسي فاسد، هذا الرأس السياسي الفاسد طالما هو موجود لن تحل قضية اللاجئين. هو أبو داعش، وهو أبو النزوح، وهو أبو الدمار، وهو أبو الميليشيات القاعدية السنية المتطرفة، وهو أبو الميليشيات المتطرفة السلفية الشيعية، وهو الذي من أوجد لنا كل هذا التطرف. كيف تريد أنت مع بقاء هذا الرأس السياسي العفن أن يعود إليها اللاجئين؟ تحت أي بند سيعود؟ من سيعود ومن يضمن لهم العدالة الانتقالية التي سببت غيابها الملايين والمئات من الآلاف القتلى والمشردين والمبعدين؟ 7 ملايين نازح أو مبعد أو مهجر هم بسبب الذهن العسكري الأقلوي الذي يقوده بشار الأسد. 2 سنوات من الدعم العسكري المباشر والجوي الروسي، و7 سنوات من الدعم الإيراني العسكري الممنهج، ودعم لهم في الشمال من قبل روسيا من قبل تركيا، وما زال السوري يترنع ليعود تحت الموت أيضا لوقت بشار الأسد. نعم. عن أي عدالة وعن أي لاجئ سيعود؟ نعم. هناك ورقة لم يستثمرها السوريون. نعم دكتور علاء. دكتور علاء، يعني وزارة الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية أرسلت مقترحات لواشنطن بشأن تنظيم مجموعة عمل مشتركة روسية أمريكية أردنية وأخرى مماثلة روسية أمريكية في لبنان أيضا اللبنانية لضمان عودة اللاجئين إلى المناطق التي كانوا يعيشون فيها قبل أحداث 2011، لكن هل هذا أمر واقعي في ظل التغيير الديموغرافي الذي حصل في سوريا؟ أنا أجبت قلت لك هذا ليس أمرا واقعيا. هناك أيضا أمر يستطيع السوريون أن يعني يقلصوا حجم مأساتهم وأن يعيدوا لخارطتهم السورية السياسية والتشكيل الواقعي هيبته. الورقة هي الرابطة العربية الكردية، لم تستثمر حتى هذه اللحظة، ولذلك أناشد من قبل قناتكم أن تعود اللحمة العربية الكردية. هذه تفوت أحلام النظام. النظام الآن يسوق نفسه أنه يتمترس بنظام مركزي يقود سوريا بأكملها إلى إملاءاته جزءا بعد جزء يقود. إذا صح العرب والكرد وتحالفوا الآن يمكن أن يشكلوا قوى تستطيع أن تستجيب لها روسيا وأمريكا. روسيا وأمريكا يأكلون كل مدينة أو كل جزء لوحده، يضربون الجزء لوحده لكي يكون الكل في النهاية تحت سيطرتهم. ما حصل في عفرين وما حصل في الغوطة الشرقية وما يحصل الآن في حوران هو عبارة عن تواطؤ وتخطيط دولي، ليس فقط لاستعادة كرامة أو هيبة نظام بشار الأسد، وإنما لحصر مطالب السوريين، بما الآن تروج الإدارة الروسية أن هناك لاجئين يتم ترتيب أوضاعهم. لماذا تم ترحيل الناس من عفرين؟ ولماذا تم ترحيل الناس من الغوطة الشرقية؟ ولماذا تم ضرب عصب
الكرد في الشمال السوري كلها قصة واحدة لنصل. لو كان السوريون عربا وكردا يفقهون لوصلوا إلى هذه النتيجة، وهي أنهم يريدون بلد يملى عليها الإملاء السياسي من الإرادات المتنفذة الخارجية. ما زال حتى هذه اللحظة للكرد عصب وشوكة عسكرية قوية في الشمال، ويستطيعوا أن يوجدوا تحالفاتهم مع العرب، ويستطيعوا أيضا العرب أن يوجدوا تحالف مع الكرد ليختصروا على العالم المأساة التي يروجونها كذبا أنها هي فقط مأساة لاجئين. نظام فاسد هو الذي قاد لنا التركي والإيراني والأمريكي والروسي ليحتل سوريا. هذا النظام ماذا إذا بقي فاسدا وهو يترأس الحكم، فلن تحلم سوريا لا بعودة لاجئين. أنا أضمن لك وأنا أقرأ التقارير أنهم يتنبؤون وكذب كان تنبؤهم أن 200,000 من اللاجئين في أوروبا سيعودون، لن يعود إلا هم الشبيحة والخلايا النائمة من جماعة بشار الأسد أو الجيش الرديف من القوى الميليشيات الداعمة له. هؤلاء الذين سيعودون لا أحد يفكر أن يعود ما دام بشار الأسد على رأس هذه السلطة. اختصار الأمر بكلمة اختصار دكتور نعم اختصار الأمر بكلمة لاجئين هو ضحك على القضية السورية. ما زال الأمر بيد السوري العربي والكردي ليكونوا يدا واحدة وليفكوا فكرة مركزية الحكم من داخل دمشق، أن بشار الأسد يمسك بمركزية الحكم، ليعلنوا أن الآن دولة اتحادية، أننا نستطيع مع الأكراد والعرب أن يشكلوا جسما سياسيا وعسكريا في الشمال قدر الإمكان، يكون هو مناكف وموقف لهذا التمدد والتوحش الروسي الإيراني التركي. نعم. أشكرك الأمريكي دكتور. نعم أشكرك دكتور علاء الدين آل رشي رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان، كنت معنا من ألمانيا.